الشيء اللي عندي. انا كنت شاكه قلت اما احمل ولا شحال، ولكن مني مشيت لعند الطبيب وعطاني قال لك ما نهضرش معك حتى ديري تحاليل وداك الشيء. درت تحاليل انا عند في المختبر، ما قدرش نصبر. المهم قالوا لي راه ما عندكش الحمل، المهم عندك قال لي مهم كوليسترول طالعين وتحاليل اخرين. عندي 9 تحليلات، قال لي تحاليل اخرين تيشوفهم الطبيب هو اللي غيقول لك شنو عندك. وانا لدابا راه باقا مخلوعه. يلا الصباح مشيت عنده، لقيت العياده عنده عامره، خدات عندي هذيك الفرمليه ديالو الاوراق ديال التحاليل، قالت لي تترجعي من ورا الغداء عاد غتوصل النوبه ديالك، ويلا مع الثلاثه خاصني اليوم نمشي نرجع عنده باش يقول لي شنو عندك. مني يقول لي شنو عندك، انا راه دابا مخلوعه والله حتى مخلوعه، ما عرفتش شنو واش حاجه خايبه ولا. المهم طلب من الله، ها توهمت انا بالولاد خلعت. انا مني لقيت الحليب ومع العاده الشهريه ما كايناش وداك الشيء، قلت انا يمكن عندي الحمل. انا كان عندي الحمل انا بالفرحات عليا يكون عندي الحمل، ما كنتش مريضه حقاش راه معروف انا عارفيني الناس وكنحكي لهم الظروف ديالي وداك الشيء. وكاين اللي يعرف الظروف ديالي، كاين اللي ما عرفهاش، وكاين اللي كل واحد اشنو قال. داكشي ديال الله، داكشي ديال الله، حتى واحد ما كيقدر يوجه وجهه. اللي كيكذب واللي كيقول شي حاجه ماشي هي هذيك ومدير، اما كيوريش وجهه، كيوريش وجهه. انا كنوري وجهي للعالم كله كيشوفني، وكنوري ولادي معايا وداكشي. ما كنكذبش انا اللي كاينه كنقولها. انا الجيران دابا ديالي كلهم كيسول واش عندي الحمل، قلت لهم لا راه ما عنديش الحمل، في التحليلات خرجت ما كاينش الحمل، وقراو لي الكوليسترول وشي الاخر ما عرفتش باقي ديال الشرايين وديال فقر الدم ولا داكشي ما عرفت باقي ما. المهم بزاف خرج لي هادي دابا يلاه تقريبا شي شهر ونص باش بديت كغادو كنتزاد. راه حتى الوزن ديالي راه لقيت فيا 91 كيلو، الوزن ديالي لقيت فيا ولات فيا 91 كيلو، حتى الوزن ديالي تزاد. النبلوله كاع ما كان عندي داك هاد 91 كلها ما كانتش عندي كاع، كانت النبلوله كاع لا كثرت 76 78، دابا 91 كيلو ولات فيا. بحالك قلت انا عندي شي حاجه راكده، انا النبلوله قلتها مني قالوا لي، قلت لي ما تعرفوا تكون عندي شي حاجه راكده في كرشي ولا شي حاجه. الطبيب تا هو مني مشيت عنده بغى يشوفني، قال لي يقدر يكون عندك الراقد يقدر. المهم دابا انايا كنقول مع ديك التحليلات كنقول ما عنديش منه، ولكن ملي غنشوف الطبيب واش غيقول واش كاين شي حاجه راكده ميته ولا كاين شي حاجه اخرى، شي مرض ولا شي كوره ولا الله اعلم ما عرفتش شنو كاين. لا ما كنقدرش نمشي لداكشي، كنقدرش انايا ما عندي ضيق التنفس، ما نقدرش نتبع داكشي داك البخور وداكشي، وكندير الرابوز داك فونطولين ما نقدرش، داكشي كيخنقني. يعني ما مشيت للرقيه الشرعيه، ما مشيت لتا شي حاجه، مشيت انايا مشيت وداونا الدولي ذاتي المخيم وداكشي ودونا معاهم، وتما فين هذوك الناس هما اللي الله يكثر خيرهم هما اللي قالوا لي حسنا راه عندك شي حاجه. هذيك الكرش راه كنت كتكوني معنا ديما كتطوعي معنا في اي حاجه، وديك الكرش ما كانتش عندك، شتي غدا وكتزاد. صافي انا صافي دخل لي داكشي في دماغي، صافي قلت انا يا عندي شي حاجه. اليوم مع كاين الحليب وداكشي قلت صافي راه كاين شي حاجه عندي، نطلب من الله واللي بغى يساعدني ويعاونني يدير لي شي حاجه في شي حاجه، شي ديال يكمل معايا في هذا الشيء ديال الطبيب. الراجل ديالي هو اللي مسكين تسلف ودار داني للطبيب وتسلف عطاني باش درت التحليلات، هو اللي وقف معايا الراجل ديالي. ونطلب الله اللي بغى يوقف معايا ويعاونني، وداك الشيء راك عارفين العواشر هذه والعيد وكل شيء، واللي بغى يوقف معايا ويعاونني راه الله اللي غيخلص هو اللي غيجازيه.